والسلام عليكم ومرحبا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من سيتيز سكاي لاين المدن الخضراء. وآخر مرة سوينا برج المواصلات العجيب. شوفوا 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 محلا. شوفوا والله مكان رومانسي. الحين سبت هذا الموضوع أفكر أسوي جزيرة هني، بس بيكون مكلف وايد. جزيرة مكلفة بشكل خرافي، بتكون مكلفة. أحد ترى يفتحوا لي طاقة شيء نظيفة يعني، لأن الطاقة هاي مكلفة وما أحس إنها قاعد تطلع لي كهرباء اللي تكفيني. على فكرة الحين أنا ليش متدد بسوي لكم، سويت فريج جديد كامل، منطقة جديدة كاملة أو حوض جديد كامل حسب ما عرفتوا كيف تسمونه يعني. واللي هي هذه جهزتها بنفس الترتيب القديم يعني. ما سوينا ترتيب. لا 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 تتهور تتهور. نبى بيوت، نبى سكان، نبى عماير فنادق هني. لحظة، ما أبى سكان هني، أبى على البحر أماكن تكون تجارية. شوف هاي يروحون هني، يروحون دكان هني في نص البلوك، عندهم دكاكين في نص البلوك، عندهم شو دكاكين. وهني يسكنون ناس حلو، وهالناس هاي اللي يبون يبو خدمات. خلينا نشوف الخدمات. مطافي ما عندهم، اكيد اكيد ما عندهم مطافي، اكيد لان مسوي منطقه يكون فيها مطافي. ما يصير المطافي ترى مكلف يعني. خدمات تنزل المدخول مالي بشكل مش طبيعي. تعليم بعدين بتفاهم معه. وعندنا الشرطه وربعه. لحظه انا ما باخر عليكم. لون تيك زين. شرطه شو يقولون هاي الشرطة؟ مغطين المنطقة، ما له داعي اسوي شرطة. مطافي مغطين. الصحة نبا صحة، بحطي لهم عيادة هني هني. طبعا كالعادة ما عندهم ماي كالعادة كالعادة. ليش انا دايما ما عندي ماي؟ انا مش فاهم شو مشكلتي مع الماي. شو اخبار الماي؟ اخبار طيبة. ما حولت هاي هاي لمكانهم حتى للحين. ونبا لحظة خلنا نشوف هذا شو وضع الحين، بيبنون ولا ما بيبنون. خلنا نسرع الجيم شوية ونشوف اذا بيبنون ولا ما بيبنون. ابني اوكي، وصل لهم كهرباء، وصل لهم كل شيء. الحين استوى على العرض والطلب، استوى على العرض والطلب خلاص يعني. هني هذا المكان مسألة وقت قبل لا ينمو. انا 7000 يمكن احتاجهم هني اساس شوي اسوي ترتيب للمكان، لان الصناعية عندي مشكلة دخول وخروج منها. شوف في زحمة دايما هني، فابا اجيب الناس بحيث ان هالناس هاي ما تدخل الصناعية الا من وين؟ من هني. اوكي، ناس تطلع من الصناعية سوري من هني، والناس تدخل الصناعية بس من هني. وهالشارع الغي، لان هني شوفوا فريج طالع على شارع رئيسي، يطلعون على صناعيه. too much cost too much cost. خلينا نشوف طريقه. لحظه، اللي بيدخل الصناعيه ليش اجيب الزحمه مكان واحد؟ ليش ما اطلع زحمه الصناعيه من مكان earth to steep؟ زين بسيطه عادي، ارفع شوي ارفع شوي صديقي. عقب انزل عقب. سويت من شغلات اللي لازم انا انزلها حبه حبه. ما ينزل اي مكان بعده، مش مشكلة عادي، لأن الصناعية هي قابلة إن نحن نتم ننزل فيها. الصناعية قابلة إن نحن نتم ننزل فيها. فشو بنسوي؟ أبا يركب مكان على الأرض، وبعدين برد بلفه. لحظة،
هاي كانت لفة اضطرارية على فكرة، والله لفة اضطرارية من الخاطر، لفة اضطرارية يعني. بس هذا بيخليني ألغي هذا، ألغي الزحمة اللي هني وأطلع الناس وين الخطة الأساسية اللي نحن بدينا فيها وبعدين عدلت عليها وسويت لها أبجريت وردينا سوينا ما أعرف شو ردينا سوالف. شوفوا الناس الحين بتطلع من، ليش ما في ليت على الزاوية؟ كل هذا أنا أدفع كهرباء وآخر شيء ما في ليتات. زين يعني هذا قابل لشو الغاء، سامحوني أنا آسف. في ناس استانست على فكرة. نعم سعادتكم هي هدفنا، أنا آسف آسف آسف. ارجعوا ارجعوا باك باك. الحين الزحمة تدخل من هني وهاي يعني تعتبر في نص المدينة، كنا بينزل في نص المدينة، في المستقبل بيكون توسعات أكيد. بس لحظة ليش الناس هنا مش قادرة ناس مش قادرة تدخل هني؟ هاي واي تو واي، هاي واي هاي واي. هذا كم لين؟ سرعة 100 بس تصور 6 لينات 6 لين. أبا الناس تدخل على الشارع الكبير هني مرة بسرعة. شوفوا نفس الكبير فنان، أساس الناس اللي تدخل هني ما تتعطل. حد بيطلع من المدينة آخر حدود المدينة روح للهاي واي الله يحفظه، يبقى هناك نستلم المكان هناك بعدين في مرحلة من المراحل ونحفر فيه. شو مشكلتك انت؟ ما عندك ماي؟ دائما في مشكلة ماي عندي، ولا احس اني دراج ستور مش مخدرات. مرة ثانية اقولكم هذا انا صيدلية ولا تطوير ادوية. هذا اللي بيننا اول شيء اساس افتح لنا شوارع بالطرق، بعده موجود بس مش بعده يعني، كان موجود لين قبل 10 ثواني. زين صديقي ليش طالع اباندنت؟ اوكي هذا طلع لانه ما في ماي، كان ميك سنس يعني. خلنا نرجع للصناعية ونشوف كيف الزحمة حولت. لا ها وين عنده بعد هذا 6 خطوط فرق السماء والأرض. أبا أسوي خط رئيسي في نص الصناعية. لحظة هني شوف شي حوله. زين ليش ما يخليني أسوي أبجريد إذا ما في شي حوله؟ slope is too steep slope is too steep. زين إذا قررت اني امد خط من هني لهني، خط من هني لهني ما يستوي صح، الا اذا رفعت الخط حبه، لان ابغى خط رئيسي. الناس اللي عندها مشاوير اساسيه بتمشي على منو؟ وبالاحرى ان اتمنى تمشي على الخط هذا، اتمنى بيردوني ابنه مو مشكله، صناعي امورهم طيبه. بعدين اللي بيصدر من هني شيء يروم يطلع، مع ان اللي صح بيورد هني بياخذ درب طويل. بس ليش درب طويل؟ اوكي الدرب طويل اوكي، لان كيف اشرح لكم؟ لانه بيدخل يعني عادي مو مشكله، لان في بعضهم بيجون هني اصلا بيلفون يمين يسار، وفي المدينه نفسها اللي تحتاج مثلا حد يداوم هني ولا شيء يروح لك الصناعيه اوكي يكون مرتاح. هذا اهم شيء في الموضوع، عندنا وايد فلوس خلينا نخف اللعبه شوي، نخف الريسه قبل لا تطلع لنا مشاكل، لان كل ما يجي بوبوليشن زياده كل ما المشاكل تزيد، كل ما يجي بوبوليشن زياده كل ما المشاكل تزيد. ادفايزر هيلب ما نبغاك. هذا اوكي سوري يونيك بيلدينجز ما ببني الحين هذا انا، بس نحن الليفل اللي جاي قريب على 5000 شو بيفتح لنا؟ ليجر تورزم اويل اندستري سبيشاليزيشن فري بوبليك، ما نبغى هاي الكلام، هاي اهل كلام الحين انا ما باهم الصراحه. اي دونت نيد ذم، بس شوارع جديده ممكن. هذا بيكون وايد حلو مع الساوند بارير، بيريح وايد ناس. ايوه الحين نيو بيلدينج، هذا الكلام اللي انا ادور عليه. اويل فاير ستيشن ولا شيء يمكن ينفعني. جيوثيرمال فور بلانت يوتيلايزيشن وورث اوف ايرث اند سكور بروفايدز الكتريستي تو ذا سيتي. جيوثيرمال داز نوت بولوت، ما يسوي اي تلوث، واللي هو شيء اكثر من ممتاز. تروبيكال جاردن ما نبغى.
والله شيء مش ممتاز. اللي بعده دثكير، انا ما عندي اي دثكير هنا يعني، في حال توفى ما عندهم لا مقبره ولا شيء. لحظه، المفروض ان عندهم الحين صح؟ هي عندهم هيلث كير، عندهم المطافي، عندهم هات ويكند عنده، سوري الشرطه عندهم مطافي، لكن ما عندي التغطيه الخرافيه. اوكي يوم بمتد على البحر زياده، اوكي بسوي بيوت البحر هايل، بتفاهم وياهم مشكله عادي بنقدر نسويهم، بس هاي الماء ما يطرنا. هاي يمكن عقب امسحهم كلهم واحط منهم الهاي دنسيتي على فكره. فالحين عندنا نحن اهم شيء خطوط كبيره حول المدينه، يعني كان مكلف وبدايه الصحبه وكنا على وشك الافلاس، لكن الحين استوى شيء ممتاز على فكره. يعني شوفوا الحين المنطقه الصناعيه هاي لازم تتم بالطريقه هاي، منطقه صناعيه لازم تكبر شوي، بيستوي عندنا طلب. بس خلينا نحط دكاكين، هم يبون دكاكين صح؟ يبون دكاكين زياده، دكاكين مو مشكله ممكن يكونوا هني. بس لا تنسون كل ما تطور المدينه ولا دكاكين زياده ولا شيء زياده ترى المتطلبات عليهم تزيد. يعني كل ما يكون عندك مثلا محلات تجاريه اكثر بنحتاج نحن ناس متعلمين اكثر، كل ما يكون عندنا كوميرشال اكثر نحتاج متعلمين اكثر. وبين لنا المرحله نحن المفروض ان ما نعلم كل حد، للاسف نظام اللعبه لازم يكون عندي نسبه من الناس غير متعلمه اصلا. ها شيء عادي مو مشكله، ليش؟ لان في ناس في وظائف اقل، بعد منو بيشغل هالوظائف؟ هني تستوي المشكله. شوف الحين كلهم يبون يدرسون هاي سكول، بس نفلترهم فلتره لان شو تستوي؟ تستوي عندنا مشاكل، عرفتوا؟ فالحين عندنا الصناعه، الصناعه انا اشوف بيحتاجون سكول اوف كرييتيف ارتس، ثانويه ابداعيه ولا شيء. انا تعيبني هالسوالف الابداعيه والطاقه النظيفه بس 30,000 نص فلوسي. ثانك يو ثانك يو، شكلي بغير الخطه على هذا الجيوثيرمال. مو مشكله، خلينا نشوف كم تكلفه الجيوثيرمال، بحط المدرسه 65,000 اذا حطيتها هيك وهيك. لحظه خلينا نحطي، بس فيها بولوشن، نويز بولوشن عندي، لكن ممكن نسوي لهم اماكن اكشلي ويتش فيتس. ابى مكان ارم ارس 3-4 من هاي الجنب بعض، ابى مكان ارس مجموعه. منطقه صناعيه جديده بتكون تحت، فشو بسوي في المستقبل؟ يعني بتكون هني المنطقه على فكره، هاي خطتها يعني حاليا. فبيكون في شارع رئيسي اكيد، والجيوثيرمال بيكون فوقه، واوريدي لازم نحطين لخدمات يكون مكان متوسط حق الصناعيه، لان بنحتاج شوي شغلات على فكره، لازم بنحتاج. اوكي ما بيضبط نفس ما في بالي المكان، فشو بسوي؟ اصلا انا عندي مشكله كهرباء اساسا، بس النويز هذا ما بحطه عند العالم. اوكي يستوي، ها شوفوا رصه ممتازه، رصه جدا ممتازه. اوكي وصل اوريدي، الكهرباء وصلت 80 مليون ميجا وات، هذا 30 مليون وات شيء، 80 مش 30 80. يو الحين اوكي الحين هذا والله وفر لي وايد كهرباء، بس 1000 وايد في الاسبوع، بس تو ماتش. خلنا نحط المدرسه اللي كنت بحطيها، وين صارت؟ بحطيها هني، اوسع الشارع بيكون في مكان. اوكي استانسوا الجماعة، لازم تستانسون لازم. اوكي هاي ثانوية تعتبر، هاي بديل للثانوية على فكرة، لكن اظني اوريدي عندي وايد مدارس اكثر من المفروض انا احط مدارس. اشوف بس اشوف المنطقة الصناعية. اوكي ما قام يستوي عندي الزحمة عند الدخول والخروج على فكرة، يعني حلينا المشكلة بشارع رئيسي في الوسط، لو ان الشارع هذا بيضايقني طول عمري. لا والله شكله اوكي، تصدقون شكله اوكي، شي نازل في المكان عليه سنده رايح، لكن هو اصلا بنينا نحن فوق قبل والمكان صعب من البدايه، يعني واضح انه صعب، مش بسهوله الواحد يبني. زين اذا نحط هاي هنا حلو، هنا ما في مجال اني ابني بالغلط، حطي يمكن خلينا نحط كله هنا. اوكي مو مشكله،
وكان في البداية قلت بسوي مزرعة من هاي لك ويندميل فارم، بس ما حسيت انه بيكون ذاك العمل اللي انا ممكن استفيد منه بشكل فعلي ترى. بس هني اوكي امورهم طيبة، بس الحين يبالهم شرطة ومطافي. مطافي عندهم لكن مش مكفنهم، معقولة هاي المطافي ها؟ انزين ابا شارع ثاني، شارع شو سالفته؟ خلنا ننزل الشارع من هني لهني. ابا شارع ثاني ها مكلف مش مكلف؟ اللي بعده ابا يرجع الناس اللي هني ويطلع الناس مكان ثاني، بس المكان مش كويس ابدا. بس بعدله في مرحله، بنعدل عقب بتي مرحله. بس خيبه اللفه، ابا اذبحهم انا شو؟ لا خلي اللفه عدله. ليش 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 هاي تضيق؟ هاي والله انها تضيق بالواحد. لحظة يا الراحة النفسية، هذه راحة نفسية. اوكي الحين ممتاز، الحين هذا في مجال، لان هذا شارع توي. اوكي بيتوصل منطقة صناعية هني بشكل مربعي، الطريقة هاي بتكون بيكون في صناعية في حال احتاجنا تمديد. افكر لان عندنا نحن مورد اللي هو شو التشجير هذا موجود كان هنا على ما اذكر، واللي هو حاليا احس اني ضيعت مكانه. لحظة مش ديستركت سوين كان هذا الريسورسز ناتشرال ريسورس، ايوه هاي غابات اسوي هاي اماكن ما تصدر تلوث، الوظائف حق ناس بتكون هنا. يعني عندي فلوس ما بخسرهن، يعني اسوي هني بس حق صناعة الغابات اللي هم خشب، ما خشب مناجر هالسوالف الامور الخشبية كلها، بدل ما يستوردونها من برا يجيبونها من هني. وهاي المنطقة الصناعية الاساسية بتستفيد منهم، وعلى فكرة بتغطي لي الاندستريال هذا، ترى تعتبر اندستريال هذا اللي بيكون خطط المنطقة الصناعية الجديدة. بس انا اعتقد ان تجاوزنا اصلا وقت الحلقة وايد اليوم، كل مرة تجاوز معكم وقت الحلقة. ان شاء الله بنشل هذا في مرحلة من المراحل، اي دونت نو، بس بنشله يعني بندور لمكان ما يذبح الدنيا فيه، وبننظف شوي الطاقة، بننظف الطاقة. ولا اقول لكم خلي قبل اخلص الحلقة على اساس اني انا ارتاح نفسيا يعني. انزين خلينا ندق ستوب الجيم، هذا واحد هذا اثنين. زين خلي التلوث يروح من هنا، خلي المكان. اوف اسمين ناس تشرب ماي وسخ، غريبة الحين ما حد موت. مو مشكلة انا مستعد احطي لكم انتو بروحكم كهرباء اصلا، ما عندي مشاكل خط كهرباء بروحكم، ها ما عندي اي مشكلة. بس شو نزل؟ بس هذا ايوه الخربطان ها كله ابغى يروح معني، لان الحين الناس تجي تتسبح هني، تسوي لهم شاطي ودنيا وممشى هذا يوني يسبحون في الخربطان هذا، ما يدري تبدهم بيموتون. شو تبدهم بتروح؟ فكر شو اللي طالع تحت، ونفتك منه شوي. هذا بالنسبه للحلقه هاي، اذا عجبتكم الحلقه لا تنسون لايك سبسكرايب شير، اللي عجبكم كومنتاتكم شو حاب في اللعبة وشو بنحل المشاكل كلها. ما عليكم وإن شاء الله تعجبكم الحلقة، وإن شاء الله أدخل معكم حلقة ثانية نتلاقى فيها قريبا بإذن الله.